اهلا بكم من جديد. كلنا طبعا نشعر بالنشوه لما نسمع رياضي من بلادنا او عالم او فنان وصل برا ليبيا بالحاجه اللي يدير فيها، ونزيد نفرح زياده لو وصلنا للمراتب الاولى بكل تاكيد، لكن ديما نتمنوا لكن ما ندعموش، برضو نتمنوا لكن ما ننفذوش. ليش؟ سن الاسباب طبعا، لان ما نقدروش والله مش مولين اهميه لهذه الاشياء. معنا من مصر الكابتن انس الورفلي، مدرب تنس ارضي، نتعرفوا عليه اكثر وعلى المهمه اللي قاعدين يادوا فيها في الوقت الحالي. صباح الخير يا انس. انس تسمع فيا؟ نور خويا عليها وبارك الله فيك ومشكور والحمد لله اللي شفناك طيب والله. الله يسلمك. طبعا أنس، في البداية أولا نتعرفوا على مدرسة بنغازي للتنس قبل ما نتعرفوا على المهمة اللي قاعدين تأدوا فيها في القاهرة، ونتعرفوا حتى على التنس في ليبيا بشكل عام، لربما الناس يزيدوا يتعرفوا عليه شوي، خصوصا أنه يعني خلينا نقوله مش محصل صيت كبير كيف مثلا الرياضات الأخرى، خلينا نقوله كرة القدم على سبيل المثال. والله أول حاجة نبدأ بها هي نشكر قناة 218، فعلا سباق الحدث وكان ديما متواصلين معايا القناة وديما يكلموا فيها يبلغوا فيها، بالك نقصتك حاجة، بالك تبي حاجة، يكفي انهم هم يدونا وصورونا وقعدوا معنا، وهذا يعني طبعا حاجة فوق الوصلة والله يبارك الله فيكم. ثاني طبعا نسمع بنغازي للتنس، ثاني مسها في مجال اللعبة اعتمدا من قبل الاتحاد العام في عام 2009 بالضبط، طبعا قبلنا كنا مسة صفرات للتنس، فنحن أسسنا المسة هذه واعتمدها الحاج عبد السلام العويتي الله يرحمه ويسامحه، فيعني كانت أول خطوة. والمسة هذه طبعا أنت شايف يا أستاذ يا أخوي علي ان كيف صينا الملاعب الرياضيه وكيف رممناها، والملاعب هذه طبعا من ايام المملكه بحجه شوط مكل، وبدينا اول خطوات صيانه الملاعب لدينا واستقطاب الرياضيين، والحمد لله التوفيق من الله اكرمنا بنتائج طيبه على مستوى الافريقي والمستوى العربي وعلى مستوى طبعا ليبيا، والحمد لله كاين خطوات وحفزونا الشباب اللهم ان نستمر معاهم ومش حنقصر معاهم وفي أي حاجه يقدموها لهم يعني، فخذينا الخطوات هذينا والحمد لله ربك وفقنا ووصلنا لها النتيجه الطيبه. جميل. كان عندنا تصنيف. نعم كويس، جميل جدا. بس قبل ما تكمل يا انس، يعني في ناس واجده ما تعرفش لاعبين التنس في ليبيا انه يحققوا في نتائج قاعدين حتى برا ليبيا، يعني مديرين شغل كويس. خلينا نحكوا بما ان انت يعني في مدرسه بنغازي للتنس، خلينا نحكوا على الاقل شويه على شن دايرين العويله او لاعبين التنس اللي معاكم، شن دايرين من شغل على الاقل في الفتره السابقه يعني. طبعا نحن في 2010 شاركنا في البطوله الافريقيه في مصر هنا، وكانت طريقه على حسابنا الخاص، مشينا بر ولعبنا وشاركنا، والغرض منها هو تحسين التصنيف الافريقي ونخشوا بعدد لا باس به من في التصنيف الافريقي، والحمد لله ونجحنا. وبعدين في 2012 شاركنا في بطوله شمال افريقيا، وكانت اول بطوله لنا في اول بطوله شمال افريقيا ودرنا نتائج كويسه، وبعدين شاركنا في البطوله الافريقيه في التوغو وتحصلنا على الترتيب الرابع، وايضا شاركنا في البطوله الافريقيه في مرشوس حصلنا الترتيب الثالث، والبطوله العربيه في هنا في مصر في 2014 حصلنا حتى على الترتيب الثالث، وفي 2014 نفسها في البطوله العربيه في تونس حصلنا الترتيب الثالث الزوجي، وقدرنا معسكرات على حسابنا الخاص برضه نفس الطريقه كلها في مصر وفي تونس، ويعني عندنا من ابرز اللاعبين طبعا محمد العمامي وسام الرملي موسى الربع احمد البرعصي سفيان البيشو سالم بحميده ابراهيم نعمامي، يعني لاعبين الحمد لله بفضل من الله داروا نتائج كويسه وشرفونا وشرفوا البلاد وشرفوا المدرسه، وكما قلت لك نحن نقدموا لهم اي حاجه في سبيل انهم هم يستمروا معنا ويحققوا لنا نتائج للبلاد قبل كل شيء. جميل جدا. طبعا في اسماء من الاسماء اللي ذكرت اني انا سنتذكر لما كانوا صغار زمان حتى قبل ما يلعبوا في التنس. خلينا نحكوا على موضوع ثاني، هو يعني خلينا نحكوا على التنس في ليبيا بشكل عام. التنس في ليبيا
زمان ولا توا الأحسن؟ طبعا والله شو كل واحد هو تقول لك من قبل أفضل، لأن كنا شبه مفتوحة والأمور تمام يعني، وفي دعم كويس وواضح. توا صعب، أنت عارف الدولة ما فيش مؤسسات، ما في شيء، ما فيش فلوس، فيعني حاجة واثنين نعذروها يعني، فهمت ولا؟ بس في حاجة واثنين تقدر أنت تصنع يعني، بدأت توا في تقدر في المؤسسات المجتمع المدني مش زي قبل كنا مسكر عليهم. توا يعني الاتحاد العام مفروض يمشي ويسعى، وحاجة واثنين يعني كما تقول يعني يدور رعاة، ما فيش بس ناس تحب الفكرة هذه زي ما احنا درنا يعني. احنا مدرسة بسيطة. نزيد نذكر بحاجة أخرى يا أخوي علي، ان تم اعتماد مسجدنا طبعا قبل الثورة 17 فبراير، وتو للأسف يعني الاتحاد العام ألغى جميع المدارس، عاش تم يعني عاش ما فيش حاجة اسمها مسجد تنس. اعتمادات الإشهار تاع المدارس كلها ألغاها، حتى كانت تدير أنت إنشاء مدرسة ما فيش يقول ليش، شنو السبب؟ يعني أبسط مثال والله أنت تفهم دوخ والله الأمانة يعني أبسط مثال أكاديمية يعني أوكي سنة بس قبل يعني يعني من شنو الأسباب اللي يعطون لما مثلا يجي قرار كيف هذا بإلغاء جميع المدارس؟ أكيد في يعطوا في سبب أو يقولوا في حجة اللي هي خلتهم يلغوا هذه المدارس ولا اعتماد المدارس. هل قالوا لكم علي شيء ولا مش معروف يعني بس إن ألغوا المدارس وخلاص؟ والله يا أخوي علي نفس الطريقة نفس الكلام، نجوا نحن الاتحاد الفرعي بالغازي يقولوا له بعليش ليش السبب؟ لا ما فيش، الاتحاد الدولي مانع. الاتحاد الدولي اللي مانع مش عارف، انا كان الاتحاد الدولي يعرف الشيء هذا تسكر عليكم اتحاد بكت ويغيركم بكت. بس انا مش عارف، انت شوف ابسط مثال قلت لك اكاديميه طرابلس الرقاصه، يعني عندهم رياضيين متميزين كويسين واكاديميه كويسه ما شاء الله عليهم معروفه، فمنعين حتى اي لاعب يلعب باسم الاكاديميه انه يلعب في تصفيات طرابلس ولا في تصفيات ليبيا، يعني حاجه غريبه بكت. فواحده من الاسباب هذه يعني نقطه من نقاط ان نحن يعني بمعنى صح نبغى نطلع من الاتحاد العام ونشكو روحنا. يعني الاتحاد العام تبع الدولة، اتحاد التنس. لو تطلعوا انتم من الاتحاد العام كيف تقدروا تشاركوا في بطولات؟ كيف تقدروا تعدوا في دورات؟ منين ممكن حيكون الدعم؟ علما بأن نحن عارفين ان تو حاليا ما فيش دعم اصلا حتى من مؤسسات الدولة او من الاتحاد العام، يعني كيف ممكن تنفصلوا عليه؟ وهل في اصلا تواصل بينكم وبينهم في الفترة الحالية؟ هل في تواصل عن طريق الإيميلات، في تواصل عن طريق التليفونات، او حتى تواصل شخصي بينكم وبينهم يعني؟ والله شو اقول لك، هو اول حاجة تعمل شارك على حسابك الخاص، هذه مفتوحة يعني تدير اي بين مع الاتحاد الدولي، واي رياضي يعني اي رياضي يدير اي بين وتوكل على الله يعني. أنا استسمع يلعب ومشارك تسمع فيه أنس، بس المشكلة هي أن ممكن اللي تواجهنا هي أنك تمنع المشاركات على مستوى ليبيا أو مستوى بنغازي هذه. وبعدين إحنا مثلا بطولات على مستوى ليبيا هي بطولة واحدة يجروا فيها في العام في فترة الصيف، يعني فترة اللعب هو يكون يعني متريح في حوشة، فيعني الصيف العادي ناخذ الرياضي ونصرف عليه نفس الصرفه هذه ونلعب مع كم نادي او نشارك في ثلاث بطولات او اربع بطولات هنا في مصر، افضل لي يعني احتكاك افضل ولوائح واضحه خير من تمشي عند طرابلس وتمشي عند غادي وتلقى اللوائح متغيره ويقول لك لا نبي لاعب او لاعبين بس وفي ضبط وربط واجد ولا هذا ما تلعبش هذا لعبه، فالافضل اني نبعد ونقعد انا هيك حاجه خاصه يعني بمعنى صح. كويس. في الناس يقولوا أنس يعني إذا عرف السبب بطل العجب، شنو الأسباب اللي خلى الاتحاد التنس الأرضي، الاتحاد الليبي للتنس الأرضي، شنو يخلنا مثلا؟ هل هو مش مهتم، ما فيش إمكانيات، ما فيش الأشخاص اللي موجودين في هذا الاتحاد مهتمين باللعبة بشكل حقيقي وواضح يعني، منبوش يعني مش بتسميات بس. أنتم في رأيكم خلينا نحكو باسم أنس أنت يعني لاعب تنس أولا، كنت من زمان يعني من التسعينات ومدرب تنس حاليا، مدرب عندك شهادة عالمية، شن اللي يخلي اللي هي شهادة اتحاد التنس أو International Tennis Federation، شن اللي يخلي الاتحاد كرة المضرب الليبي
ما يقدمش في مساهمات حقيقية تبين هذه اللعبة حتى عربيا وعالميا. والله طبعا هي الحجة او الحجة يقول لك ما عندكش دعم. باي انت ما عندكش دعم، دير اي وسيلة، دير خطط انك انت كيف تجيب الدعم، ما توقفك. فالأسف الاتحاد العام ما حقيناش اي خطة دارها انه هو يتجه الشيء هذا، فهمت ولا؟ فيعني مخلي انه ما فيش دعم، خلاص ارقد، ما فيش بطولات، ما فيش لعب. والله يا اخوي علي اول مرة تصير لاعبين مواشي بكل سيبوها اللعبة، سواء في طرابلس، سواء في سبراتا، سواء في بنغازي. سبراتا وقفت اللعب نهائيا، مدرسة سبراتا كاينة من افضل مدارس التنس وقفت نهائيا عشان بكل. البريك نفس طريقة، تجي مثلا الاعضاء الاتحاد العام مع احترام، بس اللعبة ما فيش صح. يعني أنا استسمع فيها أنس. كابتن أنس، في عندنا تقطيع في الصوت شوية، تسمع فيها تو كويس؟ تمام، هو مازال عندنا تقطيع في الصوت شوية. طبعا نحن حننتقلوا بعد شوية نشوفوا هم قاعدين الشباب في مصر وقاعدين يديروا في دورات تدريبية، حنحكوا عليهم أكثر أكيد، لكن خلينا نشوفوا الأجواء مع بعضنا وكيف التدريبات في مصر في هذا الفيديو. لربما طبعا انا كابتن انس اكيد توافقني الراي، يعني غير حتى الاحتكاك اللي قاعدين يديروا فيه اللاعبين مع اللاعبين تانيين، واصلا تجربه السفر وتجربه اللي فيها جزء من الاحترافيه وحتى الشعور بانهم هم برا ليبيا يؤدوا في مهمه معينه، هذا شيء مهم جدا. وحتى مثلا شفنا نحن في الفيديو اللي توه ان الملاعب كانت ترابيه، وهذه تجربه جديده للاعبين، خصوصا ان في ليبيا نحن ما عندناش هذه الملاعب الترابيه. خلينا نبدو في البدايه مع هذه الرحله او المعسكر التدريبي اللي في مصر، كيف جت الفكره من البدايه؟ كابتن أنس تسمع فيها؟ أنس معايا؟ شوية عليه الصوت راه يكسر شوية ما. تمام، تو تسمع فيها كويس؟ تمام ممتاز. طبعا حردوا في نهاية هذه الفقرة نحكوا شوية على موضوع الاتحاد، على موضوع الدعم، وحنزيدوا أكيد بكل تأكيد ان نتناقشوا اكثر في فقراتنا الرياضيه او في نشراتنا الرياضيه مع الشباب في قسم الرياضه. خلينا نحكوا على هذه الرحله التدريبيه او المعسكر التدريبي لمدينه القاهره في جمهوريه مصر العربيه. كيف جت اصلا فكره هذا المعسكر ومن امتى جت الفكره؟ اخوي علي انا والله ما سمعتكش كويس. تمام، حنحاول نعود السؤال باختصار. هذا المعسكر التدريبي اللي في مصر، كيف جت الفكره ومن امتى جت؟ الفكره
الفكرة جت من المعسكر، هو ان بامانه يعني شفنا الاتحاد كما قلت لك ما فيش نشاط، ما فيش قول يعني صار لهم ملل. ونفس الطريقه والنقطه الاخرى اللي هي ان بنشوفوا التدريب اللي درناه او الشغل اللي درناه وين صل وين عند كيف يعني وصل كيف المستوى بتاعنا، فضروري نحن نطلعوا ونشوفوا المستوى بتاعنا بحيث ان نقيموا اللاعبين. فجت كلمنا استدعينا لاولياء الامور وكلمناهم قلنا لهم انه بنديروا معسكر للاحتكاك وجيبوا مبالغ هيك. فبامانه يعني في ناس برا اللعبه جو ساهموا وساعدونا على راسهم الاستاذ محمد العبار وعبد المنعم راشد واخويا اوس الدرسي، يعني بارك الله فيهم جونا وتوكلنا الله ومشينا وتوكل طبعا مشينا بر والحمد لله وكانت رحله موفقه ولله الحمد يعني. جميل جدا. كيف ما نعرفوا ان هذه المبادره كيف ما قلت انت وكيف ما ذكرت حتى في بدايه الفقره انس ان هي بمجهودات فرديه وحتى مصاريفها مصاريف فرديه، خلينا نحكوا في البدايه قبل ما نعدوا ان نحن حكينا ان ما فيش اصلا دعم من الاتحاد العام لكره المضرب والسكواتش، كيف تقدروا تجمعوا هذه المبالغ خصوصا ان نحكوا على عدد من اللاعبين ونحكوا على اقامه نحكوا على ملاعب نحكوا على مدربين، كيف ممكن يعني تقدروا انكم تجمعوا هذه المبالغ الكبيره؟ خلينا نقول اول حاجه ولله الحمد اخلاص النيه ربك يسر الحمد لله. ثاني حاجه لما طرقنا البيبان يعني كلهم لبوا وكلهم جونا وكلهم قلنا اللي تبوها حاضر. وبعدين حاجه ثانيه اجبرت انا اولياء الامور يعني قلت لهم معلش كل واحد عنده 400 دولار في حسابه فالله يرحم والديك ما طلعوا من روسهم الحمد لله ونبوا مبلغ بسيط فخلينا هالمبالغ هذينا وتوكلنا على الله. فقلت لك الناس اللي دعمونا هذوما بامانه وفروا لنا الشقه هنا في اللي وفرنا الباص وخذينا تمويل من عندنا من غادي من ليبيا وجينا توكلنا الله وفي مدربين هنا مصريين بارك الله فيهم ما قصروش معانا يعني اولا واخيرا اخلاص النيه لله مشت وتيسرت والحمد لله. نحن حاطين في بالنا اسبوع قعدنا يعني شهر ولله الحمد يعني واثمرت والحمد لله يعني عندنا رياضيين اختاروهم حتى في نادي الصيد قالوا خلوهم يلعبوا باسمنا وقاعدين سعيين ممكن حصلوا من السفاره انهم يسكنوهم هنا ولا يقروهم هنا. موضوع صعب شوية بس هو قاعدين نحاول فيه في الأيام هذه إن شاء الله. جميل جدا. أنا وين تشوف اللاعبين الموجودين معاكم توا بعد 5 سنوات؟ نعم؟ وين تشوف اللاعبين الموجودين في هذا المعسكر التدريبي توا في القاهرة بعد 5 سنوات من توا؟ والله أقول لك حاجة الحمد لله فضل الله يعني جميع المدربين جو أشادوا بيهم وقالوا إنهم مستواهم ما شاء الله رغم الحرب وتوقفنا يعني قريب سنة ونص على التدريب وجينا وكتبنا تدريباتنا فيه وجينا هنا واشادوا بهم كلهم. وقلت لك يعني حاجه اخرى ان نادي الصيد معروف نادي الصيد مصر ف يعني اختاروا 3 رياضيين وقالوا انهم هم يلعبوا باسم نادي الصيد يعني هذه حاجه باهره كويسه نفكر وهذه حاجه تفرحنا وحاجه ان ساعدنا ان نقولوا شنو نزيد نعرف اللعبه هذه الناشئين الثانيين وقالوا ان شاء الله ربك يوفقنا ويسرنا والله. جميل جدا. طبعا انس نحن كيف ما قلت لك من بدري مش عارف اعتقد ما كنتش تسمع فيها حنزيد نناقش هذا الموضوع في مع الشباب في قسم الرياضه خصوصا بالنسبه لموضوع الاتحاد والمدارس وهذا موضوع صراحه يستحق النقاش ويستحق ان نعرفه وين الخلل بالضبط او وين المشكله بالضبط. كلمه اخيره انس حاب تقولها. عليه كويس تو تسمع فيا واضح؟ اوكي تمام ممتاز. لو حاب تقول كلمة أخيرة أنس في نهاية هذا اللقاء. والله الكلمة الأخيرة أقول لكم بارك الله فيكم من جديد والله ما قصرتوا معانا وهذا جميل في دروسنا وإن شاء الله إن إحنا ما ناخذوش ليبيا بالأعطاء اللي كانوا فيه ونشكر من ساعدنا وساهم معانا
وكما نشكر الكباتن هنا في مصر على رأسه الكابتن محمد عبد الهادي والكابتن سعيد سعد ويكم بارك الله فيكم، وكما نشكر الكابتن أكرم والأستاذ أحمد البسباسي على وجوده معنا، وأيضا الأستاذ المهدي بهلول، ويكم بارك الله فيكم وشكرا منوري. شكرا لك الكابتن أنس الورفلي مدرب تنس دولي. طبعا نتمنى أن يكون في تركيز أكثر على كيف المواهب هذين اللي قاعدين يعافروا بكل جهدهم بكل جهد اللي عندهم، بدل ما نشوفوا حاجات مشيات لاتجاه الآخر، بدل ما نشوفوا ظومة العويلة يعني بعيد السوء عليهم ماشيين لاتجاه تاني، لاتجاه العنف، لاتجاه التطرف، بالعكس قاعدين يحاولوا يثابروا، ونحن هذوما اللي مفروض نوقفوا معهم. طبعا السؤال اللي سألناه على الفيسبوك إنه كيف ممكن يتم دعم الرياضات المحلية عشان نقدروا نوصلوا بهن أكثر، أو حتى في ليبيا نعزون صراحة، مش بس إنه نطلعوا بهن عربيا أو في المنطقة أو حتى دوليا. حناخذوا طبعا بعض التعليقات على الفيسبوك لان للاسف مش حنقدروا اكيد ناخذوهم كلهن. نبدأ بطارق الجربي يقول صراحة التعليق عجبني، يقول بلجان رياضية صادقة تبحث في المدارس. صراحة المدارس جزء مهم جدا 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 في اكتشاف الرياضيين، أغلب دول العالم إن لم تكن جلها رياضيها يطلعوا من المدارس، يعطوا في منح دراسية للطلبة المتفوقين رياضيا، منح دراسية عشان يقروهم في الجامعة، عشان يقروهم في الثانوي، عشان يصنعوا منهم رياضيين حقيقيين يرفعوا علم البلاد وأصلا يكونوا يعني أشخاص فاعلين في البلاد بشكل عام. طبعا كل التعليقات تقول لي صباح الخير عبير، لكن عادي مش مشكلة، يلا لنا فترة غايبين، ونوجه تحية أكيد العبير. تقول عطر جنة المشاركة في الرياضة ويكون لهم دور مهم جدا في المدارس. عندنا سانتياغو يقول بالعمل والمثابرة والنشاط. صحيح يعني في أوقات واجد الرياضيين يثابروا ويقدموا في مجهود طيب ويقدموا في عمل طيب، لكن للأسف حتى نقص الإمكانيات له دور. أي نعم المثابرة ممكن تتغلب حتى على النقص في الإمكانيات، لكن مرات الواحد ما يقدرش نسبة لضعف الإمكانيات الموجودة أو عدم توفر هذه الإمكانيات. عندنا السيد سامي مفتاح مظبوط يقول بدعم الأندية وإصلاح الملاعب ومراقبة عمل المسؤولين وزارة الشباب والرياضة، لأن الرياضة الليبية ما زالت متأخرة مقارنة بالأندية العربية أو بالرياضات العربية. كلمات تقول اهتمام باللاعبين الناشئين ودعمهم نفسيا وماديا وتوفير الجو الملائم لهم، فمن استطاع العطاء في بلده استطاع التفوق خارجها. كلام حلو صراحة. عندنا سيدة غادة تصبح علي عبير وتقول صباح الخير، إن شاء الله صباح الخير عليك يا غادة الغرياني. قطرات الندى طبعا تقول في مسؤولية مالية أعتقد رياضية، أو المسؤولية المالية لها دور كبير. سمير نجاتي دعم النشاط المدرسي واستمراريته مع وضع لجان الاختبار والمواهب وتدريبها وصقل المهارات، مع وضع خطة لإنشاء مدارس رياضية، كيف مدرسة خاصة بلعبة كرة القدم، صراحة حتى هي يكون لها دور مهم جدا. طبعا عندنا السيد أحمد يقول تحتاج إلى أشخاص وطنيين لا يهمهم المال. حنحاول نقرأ تعليقين أخرى قبل ما نطلع فاصل. فافي تقول بفتح نوادي حتى ولو بسيطة ما تكلفش، نقدروا نوجه الشباب للرياضة ويطلعوا من الحروب بشكل عام، والنوادي تكون في كل مدن وقرى ليبيا. مونيا تقول بالاهتمام بالناشئين في جميع المناطق والمدن والأرياف واستخراج وفرز المبدعين منهم وصقلهم والإنفاق عليهم ماديا. طبعا أكيد نوجه تحية لكل من شاركنا بتعليق وكل من شاركنا حتى بالنية واللي تفرج علينا. صراحة كيف ما قلنا الموضوع هذا يحتاج إلى نقاش أكثر، حنناقشوه أكيد في الفترة الجاية سواء في برنامج الصبح أو في برامج تانية. تو حنطلع فاصل، وبعد الفاصل حنردوا مع الثقافة التبوية نتعرفوا عليها أكثر في الفقرة الجاية.